pioggia. C'è la pioggia. Perché ti occupi a te? Non ti occupi. Ti occupi a te? Non ti occupi. Allora, bussi, bussi, ma hai poi se scolgo. Ma che le ne ha fatto? Allora, bussi, le poi se qui, Rosina. Mamma, ti sei a te, pure qui. E lui, mamma, ti sei a te, pure qui. No? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا للناس كثيرين، لبس عليكم كثيرين مع الصحة. كنتمنى الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وتكونوا بخير وتكونوا إن شاء الله في صحيحتكم يا ربي. المهم البنات، هذا الفيديو غير تتمة الفيديو اللي حطيت لكم البارح وجيت نهضر معاكم. المهم هذا المقطع هنحطه لكم لأنني قريت تعليقكم البنات، قريت ميساجاتكم لي صراحة واحد الكم هائل من الميساجات ومن النصائح ومن الحب اللي خديتكم. الله يكبر بكم صراحة، كتفرحوني. شكرا لكم على اللايكات ديالكم صراحة، الشبه شحال ديال اللايكات فرحتوني. الله يفرحكم الله يفرحكم. المهم البنات، البنات اللي قالوا يا زهرة اشنو درتي البنات، انا كتب دابا اليوم ما نحط لكم حيت هذا الفيديو راه فيه بحال يومين، كنكمل لكم الفلوق ديال البارح واليوم بغيت نقول لكم اشنو درت البنات اللي كيسولوا عليا. البنات انا درت دابا حاليا درت فيزيتا ديال القلب، هادي ضروريه البنات لانني باش نبقى مطمحيت القلب. البنات راه ما كنلعبوش معاه. تصوروك من امس كنقول زكريا عيط لي دارني قلبي وا ربي مولاي دارني قلبي. تصوروا البنات اللي قالوا لي يا زهرة هادشي اعصاب، كاين شي تعاليق اللي طمئنوني وكاين شي تعاليق اللي خلعوني وكاين شي تعاليق اللي مهم. رجعوا قراو التعاليق اللي ديال البنات الصراحة. البنات دابا غندير فيزيتا ديال القلب وغندير فيزيتا البنات ديال هاد تشيرفيكالا تشيرفيكالا ديال هاد البارتي كاملة. البنات كاين اللي قالوا لي راه غير من القلب هو اللي كيدير هادشي وكاين اعصاب، حيت انا البنات من قديم كنت بحق كنتعصب، كيضرني هاد كتافي كيضروني كيزفوا عليا كتافي هاد البارتي كامله. البنات انا كنشارك معكم هادشي كتجربه حيت شفت بزاف البنات اللي كيعانيوا من نفس المشكل. ملي شفت البنات بزاف اللي كيعانيوا من نفس المشكل قلت اذا هادشي غير اعصاب. البنات انا دابا حاليا ما معصبه ما والو، ولكن بحال هذاك الشيء القديم، هذاك الشيء القديم البنات بحال رجع ليا. انا كنت في الاول كنت كنتعصب، يعني راكم عارفين ما كاينش اللي ما عندوش المشاكل، راه ماشي كنشارك راه اي كنحط معكم اليوميات ولكن راه ما كنشاركوش مع ما قادش نهضر ما كنشاركوش معكم كل شيء البنات، يعني راه ما كتشاركيش كل شيء، كتشاركي غير شي حاجه غير 10% ديال حياتك اليوميه، ما كتشاركيش كل شيء. المهم البنات دابا الحمد لله انا ما بقيتش معصبه، ما كاينش شي حاجه اللي تعصبني، ولكن البنات هذاك الشيء كيرجع على الصحه، انا داك الشيء رجع عليا. دابا البنات كيقولوا لي زهره باش كتحسي؟ شرحت لكم البنات باش كنحس. بحال دابا انا هضره معكم وما نقولش لكم فيا ضيق النفس، اكسجين اللي في الدار ما كافينيش، فنخرج ونشم الهواء اللي نعود نطلع النفس ونهبط. حالا كنتخنق وفي هذاك الهلع بعض المرات كنكون بحكو عادي في الدار كنشقى عادي كتجيني ديك الخطفه ديال قلبي كيتخطف ليا، بحال مني كيف قلت لكم البنات كيت ديك الخوف بحكو كتخلعي بحال كتخلعي هذيك الخلعه كتجيني في قلبي. وفي الليل كنكون ناعسه تاني نفس الحاجات تاني البارح، كنكون ناعسه كنوض كنصيب قلبي غيخرج ليا من بلاصتو، يعني بواحد الدقات ما نقولش لكم واحد الخوف. البنات اللي قالوا لي من العين هادشي غير من العين ديال سورة البقرة، ايها البنات العين علينا حق. واش نقول لكم الا كانت من عند الله مرحبا بها، اش نقول لكم. ولكن اكثر يمني قريت تعاليق غير هادشي غير ستريس ستريس. انايا انا معصبه، يعني انا من النوع اللي معصب. انا علاش درت القناه الصراحه؟ راه ملي درت القناه راني تهدنت، انا كنت من النوع العصبي بزاف، كنت واحد الفتره اللي كنت المهم مازال في القناه كان خوي، يعني كان خوي كاش منسيه منسيه، بغيت نقول لكم حقا منسيه
باي. المهم البنات انا غنكمل غندير فيزيتا ديال القلب وغندير هادي وغنحيت بزاف البنات اللي زهرة شاركي معانا حيت بقيت قلت لكم راه رجعتو حتى انا كتسيبو بزاف البنات اللي مراضين نفس هادشي اللي كنحس بيه تزيد طمأنت وكيعود فيك الوسواس. بصح البنات انا دابا عاد فيا الوسواس كنقول هادا كنطيح هادا كبناتي هنايا ونعود طايح هادا كنموت هادا كنشوف البنات يعني كيعود الوسواس لعب عليك عاد خايفه كنقول بنياتي صغار بنتي حكيمه بقى صغير بقى طريبيه فهمتوا البنات يعني هادشي خايفه انا عاد خايفه والله البنات الله يصوب الله يصوب الله يصوب والله يخلي لنا صحيحتنا لوليداتنا الله يخلي لنا صحيحتنا لوليداتنا. المهم البنات قبل ما ندوز نشارك معكم اشنو وصلني من المغرب اللي فرحت فيه بزاف اي حاجه كتجيك من المغرب كتفرحي بيها بغيت نشاركها معكم البنات وعاد نكمل معكم الفلوق البنات فين المهم خرجت مشيت انا وزكريا وخرجني شويه ويضحك فيا بزاف وهادي وهادي واخا الصراحه كتخايف ملي كتكوني مريضه كتخافي. المهم ندوز نشارك معكم اشنو وصلني وانتم معايا اخواتي ولا هلي خطيكم عليا. المهم البنات بغيت نشارك معكم اش وصل لي من المغرب الله كيجابو زكريا هانتوما البنات هانتوما البنات جاني زيت العود صراحه زيت العود زيت ديال هنا زيت ديال المغرب راه واخا تجيبي اي زيت من ديال الطنجره ماشي بحال ديال المغرب ديال المغرب صراحه غزال وكيعجبني بحق الفطور لذيذ ديال الخبز وزيت العود صيفطات ليا الوالده الله يحفظها الله يخليها ليا البنات وكتفرحي بزاف الله يخلي لنا والدينا مسكينه هانتوما البنات ندوز بيا هاد البرد انا عزيز عليا البرد كيف قلت لكم بالخبز وزيت العود صيفطات ليا 10 يطرو البنات وصيفطات ليا هنايا الثومه هانتوما ثومة تاع هي ديال البرد راكم عارفين شتي هانتوما البنات انا جايه هانتوما البنات ثومة ديال المغرب انا مسكينات الحمراء ديال ديال شي بيصارة هانتوما البنات تفركو هاني زوينات هانتوما البنات شفتو ايوا هادشي لي كاين الغزالات هادشي لي وصلني من المغرب كتفرحي كي قلت لكم اي حاجه ديال المغرب كتشمي فيها الريحه كتفرحي هادشي اللي كاين مغزلات المهم نخليكم مع الفيديو وشكرا لكم بزاف لهلا خطيكم عيا هنا البنات رجعت معكم اختكم من بعد ما شفتو غديتهم شاركت معكم الغديوه دزت هنايا البنات البدال بدلت لبنياتي المهم نخرج نبدل شويه الجو قلتوا لي البنات خرجي 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 انا نعود عطيه الخروج نعود عطيه الدوران صافي انا البنات عنديكم معايا ونخرجكم معايا غنمشي لايبركوب ونديكم معايا ان شاء الله وانتم معايا اخواتي مشكلة الحياة محكمة في صخرة